دوت صفارات الإنذار في مناطق واسعة في الجليل، ورصدت مشاهد اعتراض صواريخ أطلقها حزب الله باتجاه الجليل الأسفل في سخنين. ونتابع مشاهدينا نقلا عن مراسل العربي إطلاق رشقة صاروخية من جنوب لبنان باتجاه المواقع الإسرائيلية. وكما ذكرنا أيضا مشاهدينا، حزب الله وسع نطاق استهدافه للمواقع الإسرائيلية، سخنين من هذه المواقع، وكرم إيل أيضا من هذه المواقع.